الميراث في طلبه لا علاقة له لا بغنى ولا بفقر، هذا طريق شرعه الله سبحانه وتعالى. وسبق وقد قلنا بأن الميراث قبل العزاء، وإن شئنا قبل الدفن فعلنا خيرا. تخيلي ليه؟ لأن الأمور دي هي الأمور اللي ربنا نصبها في القرآن بنصوص قاطعة، ما سابهاش لنبي ولا لفقيه. ليه؟ لأن الجنيه يفرق بين الأخ وأخوه طول العمر. وربنا بعد ما اتكلم في آيات الميراث قال تلك حدود الله، والحد مجاوزته تعني الظلم. فالأخت الكريمة أو البنت الكريمة أسأل الله أن يجبر خاطرها وأن يعوضها خيرا. لكن عايز أقول للأب الكريم والإخوات الكرماء، النبي صلى الله عليه وسلم حذر في من يحرم وارثا من إرثه سيحرمه الله من إرثه أو من ميراثه في الجنة، ما فيهاش عيب ولا حرام. ستنا فاطمة الزهراء أرسلت لسيدنا أبو بكر تقول له هات ميراثي في النبي صلى الله عليه وسلم. والقضية وإن كانت خلافية ولا أحب أن أتعرض لها، لما سيدنا أبو بكر بعت لها وقال لها إن النبي صلى الله عليه وسلم ملكوش حاجة، لأن النبي قال نحن معاشر الأنبياء إلى نورث ما تركناه فهو صدقة، غضبت وماتت فاطمة وهي واجدة أي غاضبة من أبي بكر. يبقى القضية لا علاقة لها لا بغنى ولا بفقر ولا باحتياج، العلاقة أن الله شرع هذا، وما دام الله قد شرع هذا أصبح حقي آخذه ولا حرج ولا إثم في ذلك. ودايما أنا أقول حتى لما بنيجي نوزع ونلاقي ناس أكابر كده عظماء بأنفسهم مش بالمناصب مش بالمال، ويقول أنا هتنازل لأختي أو هتنازل لبنتي أو هتنازل لي، أقول له يا سيدي خد الفلوس وروح بيها وتاني يوم روح زورها واديها لها. هنا تظهر النفس، لأن هينام أصبح معاه إيه؟ رزمة فلوس. طب هينام إيه؟ الشيطان هيقول له إيه؟ هيقول له كفاية نصها ولا كفاية ربعها ولا طب ما هي خدت زيك ولا ولا ولا. هنا حديث النفس يبقى وحديث النفس يعلو. وعشان كده أنا بقول لكل الناس اللي سمعاني، النفس هي التي تدخلك الجنة أو تدخلك النار. صحيح صحيح، دايما كده حط نص بينك. ولذلك ربنا لما تعرض للنفس في القرآن تعرض للنفس اللوامة والنفس المطمئنة والنفس الراضية، مش كده ولا ايه؟ والنفس الأمارة بالسوء، كذا نوع نفس في القرآن الكريم عشان يبين لنا ان الأنفس هي التي لابد وان نتحكم فيها، مش هي اللي تتحكم فينا. صح، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كده عدنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر. جهاد الاصغر جهاد السيف، جهاد الاكبر مجاهده النفس. وجاهد النفس والشيطان واعصهما وانهما محضاك النصح فلا تستمعي.